النشرة الخامسة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك أدا. أهلا محمد وأهلا بكم مشاهدينا. وإلى العناوين: رئاسة الوزراء تكشف عن التعامل مع 1.5 مليون شكوى العام الماضي وحسم 87% منها عبر منظومة الشكاوى. تراجع معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي بنحو 0.5% والسنوي بنسبة 6%. ومعنا في أخبار الرياضة: الزمالك يقصو على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز. إلى التفاصيل، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن العام 2020، وأكد مدبولي أن هناك توجهات بل توجيهات من القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرا إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلقت ترابطا بين الحكومة والمواطن، وشدد مدبولي على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين. من جانبه قال مدير منظومة الشكاوى طارق الرفاعي إنه تم التعامل مع نحو 1.5 مليون شكوى العام الماضي وحسم 87% من الشكاوى وجاري متابعة المتبقي منها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات، وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء وبينت أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات هي 5 سنوات فقط، وأشارت إلى أن المقترح الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات هو إضافة سنة للتدريب العملي وليس للدراسة الأكاديمية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه. بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال النواب المعينين بناء على قرار رئيس الجمهورية، وأوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أنه جار استخراج بطاقة العضوية وتسليم الحقائب البرلمانية للنواب المعينين. ساعات تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021-2026، وذلك بعد أن أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كافة الترتيبات اللازمة خاصة ما يتعلق بتسليم النواب الجدد كرنيهات العضوية والحقائب البرلمانية، هذا إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد الجلسة الإجرائية لأداء النواب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين. الناس كلها استلمت بطاقات العضوية واستلمت الحقائب البرلمانية وتعرفوا على أماكن جلوسهم داخل القاعة. إن شاء الله أداء القسم هيبقى بالتناوب ما بين السادة النواب المنتخبين بالنظام الفردي ثم السادة النواب المنتخبين بنظام القائمة والمعينين. النواب المعينون من قبل رئيس الجمهورية والذين يمثلون نسبة 5% من عدد الأعضاء هم آخر من تسلموا كرنيهات العضوية والحقائب البرلمانية، وبذلك يكون جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 596 عضوا مستعدين لانطلاق الفصل التشريعي الثاني، وكلهم آمال بأن يكونوا عند حسن ظن من حملوهم هذه الأمانة. احنا داخلين كلنا أعتقد لخدمة مصر، صحيح كل واحد في تخصص معين، لكن هو في النهاية احنا بنخدم مصر بشكل عام. أهم الملفات الإنسان حضراه ما يوصل الناس إلى الاستقرار والسعادة والرفاهة، ومنها ملف الأسرة. الشعب بينتظر أن يكون هناك فصل تشريعي جيد، يعني نواب بالفعل ينظروا إلى مصلحة الشعب الموجودين في القاهرة وفي بحري وفي قبلي وفي الصحراء وفي أي مكان. خبرتي في الرياضة الحمد لله فوق 25 سنة، سواء كنت لاعبة أو إدارية وصلت لحد اللجنة الأولمبية الدولية. أتمنى أن أنا أقدر أثر في الأسرة المصرية من ناحية الثقافة الرياضية إن شاء الله. وعلى ذلك فإن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والمقرر عقدها الثلاثاء القادم ستكون بمثابة جلسة إجرائية فقط لأداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين.
28 عضوا هم عدد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية يتسلمون اليوم كرنيات العضوية والحقائب البرلمانية. وعلى ذلك فإن الأمانة العامة لمجلس النواب قد انتهت من كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة إذانا ببدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي يعول عليه الكثيرون بأن يلبي طموحات المصريين. من مجلس النواب، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تخطي حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا تم تقديمها حتى اليوم. وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح بلغ أكثر من ربع مليون شخص. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة تقديم اللقاح إلى جميع سكان الإمارات وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا. كما أعلنت الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول الذي كانت له الأولوية منذ تسجيل اللقاح. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل نحو 270 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل نحو 4000 وفاة خلال 24 ساعة. يأتي ذلك في الوقت الذي حضر فيه فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اليابانية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل. وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا. قررت الحكومة الفرنسية تقديم بدء حظر التجوال في أربع مقاطعات جديدة تقع في جنوب شرقي البلاد، وبذلك تنضم هذه المقاطعات الأربع إلى قائمة المقاطعات الثمانية السابقة التي فرض فيها حظر التجوال من الساعة 6 مساء لمواجهة تسارع تفشي كورونا وظهور فيروسات متحورة، فيما يبدأ حظر التجوال في باقي فرنسا في الساعة 8 مساء. أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن النظام الصحي في بلاده يقع تحت ضغط هائل جراء التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع ظهور اللقاحات. وتابع وزير الصحة البريطاني أن بلاده تجري تطعيم 200 ألف شخص يوميا بلقاح الوقاية من فيروس كورونا، وسط استعدادات لزيادة العدد إلى مليوني شخص أسبوعيا. يتزامن ذلك مع إعلان إدارة الطيران المدني في الصين أن بلادها ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها، وأضافت أن التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم غد الاثنين. كانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك. تواصل المراكز الطبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية عملها وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة لحالات العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا المستجد. وبلغ عدد مراكز طب الأسرة المشاركة في المبادرة التي بدأت في 6 يناير الجاري 5400 وحدة بمحافظات الجمهورية. 5400 وحدة طب أسرة و20 ألف فريق طبي، إضافة إلى 800 سيارة كوافل علاجية لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لحالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا من خلال متابعة الحالات البسيطة المصابة بالفيروس إكلينيكيا والذين يخضعون للعزل المنزلي. الوزارة وفرت لنا جهاز اسمه الأكسوميتر. الأكسوميتر ده بيقيس نسبة الأكسجين في الدم لمتابعة حالات العزل المنزلي الإيجابي اللي هم فوق 60 سنة أو الأمراض المزمنة أو الحوامل المعزولين في البيت. الفريق بتاعنا بيتابع الحالات دي ويعرفهم إزاي يقيسوا نفسهم نسبة الأكسجين في الدم بنفسه، وبعدين بياخد منه 4 قرايات في اليوم. بناء على القرايات دي اللي بناخدها منه تليفونيا يوميا بنحدد إذا كان المريض دوت هل يتم متابعته في البيت عن طريق العزل المنزلي وياخد علاجه ويقضي الفترة بتاعته كلها في البيت بمتابعة مع فريق الترصد بتاعنا وفريق المتابعة، أو يتم تحويله إلى المستشفى. المبادرة تتم من خلال وصول القوافل الطبية إلى مقر إقامة حالات العزل المنزلي المصابة بفيروس كورونا المستجد وسط إجراءات احترازية غير عادية.
حد منهم يعني من المخالطين ليه هو اللي بيجي يصرف العلاج، فبنديله العلاج شنطة العلاج وبنديله الحاجة وبنفهمه بيعمل ايه، وجهاز الاكسجين اللي هم دلوقتي بقوا يصرفوه وبنفهمهم التعليمات ايه. انا بالنسبة لي زي ما حضرتك شايف كده، الجاون والكمامة والسيفتي شيل والجوانتي ده بالنسبة لي، ومع كل حالة بغير طبعا حاجتي وبستعمل كحول. المواطنون أثنوا على المبادرة لما يقدم من خلالها من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. بنشكر طبعا المبادرة دي حضرتك، لأن هم تواصلوا معنا وجلنا لحد البيت وتم صرف العلاج بتاعنا وصرف الجهاز اللي هو بتاع الأكسجين، نسبة الأكسجين في الجسم. وحضرتك احنا بنشكر طبعا السيد الرئيس والسادة المسؤولين في وزارة الصحة لاهتمامهم بالشعب. طبعا جيت هنا عشان قريبي كان عنده كورونا، وجيت عملت إقرار وخدت الجهاز وخدت العلاج من هنا. البدء في تفعيل مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للتعامل مع حالات العزل المنزلي المصابة بفيروس كورونا، واحدة من الخطوات المهمة التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة المرض ومحاصرته بشكل واقعي. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، لينخفض إلى 110.6 نقطة. كما كشف المركزي للإحصاء في بيان له عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 6% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وجاء هذا التراجع على خلفية انخفاض أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 1.5% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط مصلحة الخزانة العامة بضرورة استدامة الجهود لتخليد المشروعات التاريخية الرائدة عن طريق سكها على العملات المتداولة والتذكارية، مشيدا بهذه الجهود في توثيق ذاكرة مصر. وأفاد بيان لوزارة المالية أن مصلحة الخزانة انتهت من إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقترح سك كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية وفقا لما يحدده مجلس الوزراء. أهلا بكم مجددا. تفقد وزير النقل كامل الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، وتمتد أعمال هذه المرحلة من طريق الحوطة شرقا حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي غربا بتكلفة تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ ما يقرب من 85% من أعماله. يضاف محور ديروط إلى 14 محور جديد يجرى تنفيذها للربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل. إن الأوان ليعبر العابر نهر النيل بين الطرق الرئيسية في أقل مدة زمنية ومسافة تقطع، وذلك مع قرب الانتهاء من تنفيذ محاور عرضية من أسوان وحتى الدلتا تربط بين الطرق الحيوية الكبرى بمسافة 25 كيلومترا بديلا عن 100 كيلومتر أو يزيد في السابق، بعدما وجهت إلى ذلك القيادة السياسية. فهذا محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط بطول 42 كيلومترا يربط طريق الحوطة شرقا مع تقاطع الطريق الزراعي الغربي غربا بطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا وحارتين بكل اتجاه، وبكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه. مشروع أنجز منه ما يقارب 85%، ويشتمل على 10 كباري تعبر نهر النيل وترعة الإبراهيمية وسكك حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي. وهناك 14 محورا جديدا جري تنفيذها تربط شبكات الطرق شرق وغرب النيل على طول محافظة الصعيد بكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه، منها محاور طمة، جرجة، بني مزار، عدلي منصور، سملوط، قوس، كلبشة، دراو، الفشن، بديل خزان أسوان، أبو تيج، منفلوط وشمال الأقصر. مشروعات تسهل حركة تنقل المواطنين والتجارة، وتخدم المشروعات التنموية والتجمعات العمرانية الجديدة، وتساعد على الخروج من الوادي الضيق، وتنفذ إرادة قيادة وعدت بتنمية صعيد خصب الأرض شاسع المساحة، خزان عمالة مصر الناجزة، قطار تنمية مصر المنطلق من الجنوب. حازم كمال، التلفزيون المصري.
أعلن محافظ القاهرة إزالة 4 عقارات حتى الآن بمنطقة المسبح العشوائية بالخليفة وتسكين 14 أسرة بمشروع الأسمرات في وحدات سكنية موطنة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لأعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحي الخليفة والتي تضم 47 عقارا بها 56 أسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم. كما قام المحافظ بجولة مفاجئة لموقف السيدة عائشة وذلك لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة. وتم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات من بينها محضر لأحد محصلي هيئة النقل العام لعدم التزامه بارتداء الكمامة. هذا ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، خاصة وأنها أول منطقة يقابلها السائح عند قدومه إلى مصر. جاء ذلك خلال تفقده لعملية التطوير التي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كيلومترات. ثمن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت الأداء الذي تقوم به شركة واحات السيليكون وتحقيقها نموا في الإيرادات بنسبة 30% للعام الثالث على التوالي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مجلس إدارة الشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية وما تم تحقيقه في الفترة الماضية. وأوضح دكتور عمرو طلعت أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا لديها خطة لتدريب الشباب على مهارات مراكز الاتصال لا سيما في محافظات الصعيد ببني سويف وأسيوط. خلال عرضه قدم حول خطة عمل الشركة المستقبلية وما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين. كشف مهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن نجاح المناطق التكنولوجية في خلق 7000 فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين. شيع اليوم جثمان الفنان الراحل هادي الجيار من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر بمشاركة عدد كبير من الفنانين. وأنعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الراحل مشيدة بمسيرته الفنية الكبيرة في السينما والمسرح والتلفزيون. ورحل الجيار عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 71 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا. وكان الراحل قد حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مشواره الفني في 60ات القرن الماضي بمسرحية مدرسة المشاغبين، ثم قدم بعدها العديد من الأعمال التلفزيونية منها عوالم خفية، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، عد تنازلي، سلسال الدم وغيرها من الأعمال الفنية. رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. مشاهدينا نهاية الخامسة وهذه العناوين. رئاسة الوزراء تكشف عن التعامل مع 1.5 مليون شكوى العام الماضي وحسم 87% منها عبر منظومة الشكاوى. تراجع معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي بنحو 0.5% والسنوي بنسبة 6%. وبالإمكان متابعة البث الحي لنشراتنا برامجنا المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لطيب المتابعة. شكرا لك يا أدا. شكرا لك.